أنا أعرف أنك قلق والناس قلقون، ونتشاطر في هذا القلق بعد الإصابات التي بدت لنا ولكم ولكثيرين قياسا في المرحلة التي سبقت هذا التاريخ، الإصابات وارتفاع عدد المصابين في هذه الفترة. ما الذي يقلقكم من قادم الأيام معالي الوزير؟ شكرا جزيلا أستاذ نجم لك ولمشاهدي قناة التغيير. وحقيقة جائحة كورونا كما تعلم هي بلاء عالمي ابتلى العالم بأسره بهذه الجائحة. اليوم نلاحظ منظومات صحية عالمية كبيرة انهارت أمام هذا الفيروس، ونلاحظ اليوم هذه المنظومات التي لم تتخذ إجراءات حازمة منذ بداية انتشار هذا الفيروس دفع الثمن اقتصاديا وصحيا وعلى كل الجوانب. نعم، نحن كوزارة صحة في العراق وكما تعلم كنا جزء من المنظومة الصحية العراقية، وبعد أن تسلمنا مهامنا لوزارة الصحة، وزارة الصحة منذ شهر شباط عام 2020 وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، نعم، وكذلك مع أغلب دول العالم اتخذت إجراءات قوية في هذا المجال. هذه الإجراءات من خلال لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020، نعم، وهذه الإجراءات حقيقة جنبت العراق الكثير من الإصابات في بادئ الأمر. وبعد أن تم فتح الحظر جزئيا وكذلك السماح للعراقيين الذين كانوا إما لسبب الدراسة أو الذين كانوا يتعالجون خارج العراق أو الذين لديهم إقامة في دول أخرى، تمام، وبعد انتشار هذا الفيروس بشكل كبير في هذه الدول وعودتهم إلى العراق، لاحظنا أيضا حقيقة تسجيل وزيادة في نسب الإصابات. كما تعلمون وزارة الصحة ابتداء حينما بدأت تخطط وتحاول أن تعالج موضوع كورونا أخذت بنظر الاعتبار الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة، الإمكانيات المتاحة للمؤسسات الصحية، نعم، الإمكانيات المالية، وضع البلد بصورة عامة، وناقشتها مع الجهات المعنية والجهات الساندة لوزارة الصحة. وبالفعل استطاعينا لحد ما أن نسيطر على انتشار هذا الفيروس في بادئ الأمر، وكانت نسبة الإصابات بالرغم من قلة الفحوصات المختبرية التي كانت تجرى في تلك الفترة إلا أن نسبة الإصابات كانت مقبولة، وكنا ضمن السيطرة وضمن سيطرة المؤسسات الصحية وإمكانيات المؤسسات الصحية. ولكن ما لاحظنا من وجود تهاون من قبل المواطنين ووجود عدم اقتناع بعض المواطنين بوجود فيروس كورونا، ولا سيما في المناطق الشعبية التي لم تطبق هذا الحظر أصلا واللي أصبحت الآن بؤرة وأكثر مناطق تنتشر بها الإصابات. فلذلك نلاحظ اليوم زيادة الإصابات هو نتيجة لوجود الكثير من الحالات التي كانت غير مشخصة في تلك الفترة، نتيجة لعدم اكتراثه واهتمامه بموضوع الحجر الصحي أو موضوع حظر التجوال.